السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نقرأ شوية كده مع الأوتوكاد ونشوف حاجة كده جديدة. معروف إن كليك يمين بالماوس لما يكرر لآخر أمر لما يعمل لك قيمة متصلة، تمام؟ يعني هنا عندنا دلوقتي بيجيب لك قيمة متصلة. طب لو أنا عايز الاتنين في نفس الوقت ده ممكن؟ هو ده اللي احنا نشوفه دلوقتي، تمام. هنخش في تولز اوبشن، زي ما كنا عارفين بخش على اليوزر بريفرنس، بعلم هنا بيعمل شورت كات، بشيل العلامة بتبقى يكرر لآخر حاجة. لا انا احط العلامة واخش في الكستمايزيشن، تمام، وافعل دي اللي هي تورن اون تايم، بحيث ايه لو دوست دوسة صغيرة بسرعة هيجيب لي قرار اخر امر، لو دوست كليك يمين ثواني بسيطة خالص يروح عامل لي قائمة مختصرة. تعال نشوف اللي هيحصل. ابلاي اوكي، تمام، دوسة صغيرة قرر لي اخر امر، تمام. يعني لو اخر امر كوبي، تمام، هدوس كليك يمين هتلاقي اخر امر قرر اللي هو كوبي. طيب لو طولت الضغطه شويه الاقي المختصر جت. دي من ضمن الحاجات اللي بتساعد الواحد ان هو يخلص الشغل بتاعه، حاجه صغيره خالص بس بتعود الواحد بيلاقي نفسه مش قادر يستغنى عنها.